أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.